ماشي ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قضينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. صلى الله عليه وسلم. هات ابني لما سكر. لا شيلها بقى. ماشي. معنا ام عبدو بعد اذنك كده. ام عبدو تعالى اشرحينا بس الدور دي والدخله دي لازمتها ايه، والخشب ده لازمته ايه، وورد النيل ده لازمته ايه؟ بص يا استاذ رضا، البر قدامك اهو. تمام. لو منطقه حجريه زي ديت، تمام، انت بتنزل في وسط الحجاره كده، تروح مطلع ليه نظف مكان في النص، تجيب منه الارضيه. تمام. توصل للارضيه تحت. تمام. وتعمل حواش بالحجاره كده اللي هو في اليمين، حواش يحوش بس ايه، دخلت السمكه ما تخشلكش من على بره تاكل وما تحسش بيها. مداد يعني. مداد صغير بحيث ان السمكه تخش من قدامك مش من الجنب. تمام. تعمل حواش في اليمين وحواش من الشمال. ولو ومنك للبر كده بتسند الزلط دوت، بتسنده مثلا بخشب ولا بتاع زي ما انت شايف كده. ايوه. زي ما انت شايف كده. الله خشب. الخشبه ديت الهدف منها ان انا نعمل بيها حواش في الشمال. تمام. والخشبه دي الهدف منها ان انا نعمل حواش في اليمين. تمام. ده في المنطقه في الاماكن الحجريه بس عشان نسند بيها الحجاره. تمام. انما لو الميه مثلا رمله ولا الميه طينه، مش شرط الكلام دوت. ممكن نعمل حواش واحد في الشمال كده، بس نسيب المكان دوت يا استاذ رضا. تمام. المكان ده للمرايه. الهدف من عمل المرايه ايه؟ ان السمكه بتبقى في الميه من جوه شايفه المغله بره، بس مستوى الميه عليها مخليها مش قادره تطلع تاخدها. تمام. تضطر انت بتنزل بالسناره قدام المرايه، تروح السمكه واخده الحبايتين بتوع السناره ورايحه. تمام. ادي الهدف من عمل المرايه. تمام. طبعا احنا بما ان الكراكات منظفه النهارده وعملنا حركه التطهير امبارح. ايوه. مفيش ورد نيل زي ده. أصف. لو في ورد نيل زي آه. ده الهدف منه ايه؟ بتحطه في الدور من الشمال ومن اليمين. الهدف منه ان انت بتعمل زي ضل كده، السمكه بتخش من تحته بحيث ان السمكه تبرر لك على البر، ما هيش جلجانه. تخش السمكه على البر مش جلجانه، مش شايفاك ومش شايفه الصياد. ورد النيل بيبقى مكاسي عليها، السمكه بتخش. وسمك البلط ده سمك حرام في اكله، يعني انت ممكن تعرف المرايه على البهنه لو السمكه حست بالامان والظل تاكل من على المرايه على وش صغير كده، يبقى الميه 3 متر وهي بتاكل من على المرايه من مستوى انت ما تتخيلوش، لان سمكه البلطي لو لقت مستوى وامان تخش منه ممكن تاكل على اقل وش ما تتخيلوش. يعني انا بنصطاد على وش قد ايه؟ الميه عمقها 4 متر. وش اهو العيار اهو، يعني ده من الرمال ودي الهرمه اهي، يعني 80 سم في يعني لو في ميه عمقها 4 متر، ده معنى كده ان السمكه دي مش عبيطه، ده سمكه ذكيه. بتخش من تحت الحواش اللي انا عامله دوت ومغطيه ستره بورد نيل كده، بتخش منه. الهدف كل السمكه ما كبرت، كل ما الهدف منها انها مش تاكل الحبايتين، كل ما الهدف انها تخش تاكل المرايه اللي ورا دي اللي انا رشيشها هنا في البر كده. تمام. لما اخذ اوريك. اتفضل. احنا بنحط كميه غله كبيره في كده بره خالص كده اهي، بحيث ان السمكه تبقى شايفاها بس مش مستوى الميه مش شايلها انها تخش. لو انت عملت ورد النيل كده وكده بكميه، فانت بتستر الميه، السمكه بتخش من تحت ومن جنب الحواشات كده. تمام. تخش عليك زي ما انا خدت السمكه قدامك كده. تمام. الدوار ديت طبعا بتتعمل عشان تعمل الدور وتصطاد منه واول السنه. الغله بتاكل من شهر 5 بس في الميات الحلوه، وممكن من اخر 4 تاكل في الميه الحلوه. يعني ايه الميه الحلوه يا عم عبدو؟ الميه الحلوه انت يعني مش صرف اراضي. برافو عليك. احنا عندنا الميه بتنقسم لقسمين، ميه حلوه اللي هي بيرو واخده منها يروي للارض، اللي هي مثلا بتاخد من الرئيس النبليه، بتاخد من الاماكن الكبيره. والميه الصرف اللي هي الثانيه اللي احنا فيها ديت اللي هي صرف الاراضي بيكبوا فيها. تمام. زيادات الترع وزيادات البتاع وصرف الاراضي بينزل في المصارف دي، عشان كده بقى اسمها مصارف، الثانيه بقى اسمها ترع. حصل. الميه الصرف ديت السمكة بتكبر فيها عن المية الحلوة، لأن مية الصرف دي بينزل فيها أسمدة مكان الزراعة وكيماوي وحاجات من دي. مظبوط. يعني السمكة بتكبر فيها، والدليل على كده إن العفش في مية الصرف بينمو بسرعة. حصل. في المية الحلوة السمكة بتاكل من آخر شهر 4، نص 4 كده تبدأ تعمل دوار الغلة دي.
انت عملت دور الغله زي ما احنا قلنا لك كده بالطريقه ديت بتاخد 3 ايام ولا 4 تعلف تشتغل عادي. تعلف يعني ايه؟ يعني بتروح جايب الغله وبتملها في ميه واخد بال حضرتك وتعمل منها مثلا انت جبت 2 كيلو النهارده تعمل مرايه بكيلو وكيلو ترشه كده في المنطقه اللي انت عامل فيها الايه المرمى ده او الدور لان في ناس بتسمي ده مرمى. تمام. بترش مثلا كيلو وترمي كيلو على المرايه بتيجي تاني يوم لقيت اللي على المرايه دوت واخد بالك يبقى لقيت اللي على المرايه تاكل تعرف ان السمكه دخلت اديله كمان علف ما لقيتش اللي على المرايه دوت يبقى السمكه دخلت. طب انت جيت تاني يوم لقيت المرايه رش رشرشه خفيفه كده لغايه ما يوم تلاقي المرايه دي اتاكلت بتبقى طبعا المرايه باينه قدامك لقيت المرايه اتاكلت واخد بال حضرتك. تمام. اعلف تاني واعمل مرايه تاني حضر الدور 3-4 ايام وبعد تمام. كده انزل على المرمى. تمام. انزل او انت طبعا بتجرب الميه في اول السنه الميه الحلوه بتاكل في شهر 4 وميه الصرف بتاكل ابتداء من 6 اللي هي صرف اراضي بس الناس تفهمش غلط. بتاكل من شهر 6 نزلت على الميه ديت السمكه في اول السنه غالبا اللي بياكل الدكر زي السمكه دي. لما اتفضل اللي بسم الله ما شاء الله الدكر دي الدكر ده بيبقى طالع من مرحله من وقت تكاثر الدكر طبعا دكر البولت بيبقى مميز عن النتايه لان الدكر بيبقى فيه الوان غريبه كده عشان عشان مرحله مصحن عشان مرحله التكاثر. برافو عليك. مصحن بياكل اول السنه معاك السمكه دي. السمكه دي ممكن تخش لكش على المرايه اول السنه ممكن تخش لك تاخدها على الوش الطويل ما تشتغلش على وش زي ده. فاول الغله يكون 2 متر. تمام. العيار 2 متر واخد بال حضرتك. تمام. طيب انت هتشتغل مثلا اول شهر ولا اتنين وكده دايما في شغلك وانت شغال على الوش الطويل تروح مقصر واحده واحده بحيث ان انت تلم السمك كله في المنطقه دي يا استاذ رضا. اتفضل. المنطقه دي تعمل معلفك هو المنطقه دي ده ايوه الدايره بقى. الصغيره دي. تمام. لانك انت لو حضرت السمكه في المكان الصغير ده هتاخد صيده كبيره. لو حضرت السمكه في المكان ده وعلى الوش الصغير ده تاخد صيده كبيره زي كده مثلا. وخلي بالك ملحوظه يعني لكل الصيادين السمكه كل ما كبرت كل ما تطلع من على المرايه مش من جوه. السمكه تكبر تاخد معاها مرايه. ليه؟ هدفها مش حبيتين هدفها المرايه اللي انت كاببها هنا عشان تخش عايز تطلع سفاها كلها سفاها. واخد بال حضرتك؟ بس دي كيفيه عمل دور الغله. طبعا الاراضي بتختلف عن بعضها وشطوط المصارف والترع بتختلف عن بعضها حسب كل ميه. طب مثلا يا عم عبده لو انا مثلا ماشي على مثلا انا عايز اعمل دور اهو ماشي وفي مكان ما فيهوش ادوار خالص اختار الحته انهي مثلا يعني الحته المفضله ان انا اعمل فيها الدور. اولا اول اختيار واهم اختيار لازم تعمله ان الميه تكون ماشيه ما تجيش مثلا في ميه زي ديت وتروح لاقي مكان مثلا ميته واقفه زي دي كده وتقول نعمل فيه دور. ده ما هي الميه الواقفه بيبقى نسبه الاكسجين فيها خفيفه. السمكه عايزه ميه بتجري علشان تتحرك فيها بسرعتها. تمام. كل ما السمكه اتحركت والميه بتجري نسبه الاكسجين في الميه بتبقى اعلى. تمام. فلما تختار دور تعمله اختار دور زي ده دور حامي. دور حامي. برافو عليك. كنت تكون ميته ماشيه انما ما تختارش دور ميته زي ده. ده سمكته تبقى خفيفه تاخد انما الحامي سمك. تخش عليه كبيره وتخش فيه كله. الدور الحامي اللي زي دوت يخش له نسبه سمك كبيره واعداد سمك كبيره. انت فاهم طبعا ان البلطي ده زي كل السمك العايم اللي هو البلطي والشبوط اللي احنا بنقول عليه بني وسيلفر ومباريك. ده احنا طبعا معروف بره ان اسمه سمك الشبوط. هنا بنسميه مسميات يعني تانية. ماشي يا معلم. السمك ده بيحب الميه التقيله والميه الماشيه السريعه وبحب العلفه تبقى تقيله عشان يعني تحضر السمك الكبير 3 كيلو 2 كيلو. لا ده انت ممكن تحضر بس طبعا عشان ارتفاع اسعار العلف والكلام ده بيبقى مثلا انت بتضطر تحط اكتر حاجه تحطها 5 كيلو. تمام. انما انت لو في دور في سمك سيلفر وفي سمك بني ممكن تعلفه ب 10 كيلو يستحملهم. ده موضوع العلف ده احنا هنتكلم فيه مرحله ثانيه يعني وكيفيه عمل العلف وكيفيه عمل الطعوم والكلام ده. ماشي يا استاذ عبده. ده اخر حاجه في موضوع الدوار. الميات بتختلف عن بعضها زي ما قلت لحضرتك بحيث ان انت ممكن تلاقي شط مش زي ده حجاره مش حجاره تلاقيه طينه. تمام. عمايل الدوار فيه بتبقى سهله خشبتين لان ده بس ان العلم بس ان ده كان تبطين في يوم من الايام. برافو عليك. ده كان متبطن وكان محطوط عليه سيل والكراكات شالته غطيته وشالته مع حركه التنظيف وكده اتغطى كله. كل ده مشي بس لما بتنزل تحت هنا بتبان لك اللي هي بيبان لك الحجر وبيبان لك التبطين وبيبان لك كل حاجه. مظبوط. ماشي يا استاذ عبده. طيب ماشي. الف شكر للشرح بتاع النهارده. تمام. بالتوفيق ان شاء الله وربنا يرزق الجميع. ربنا يخليك.
you